بالأول أول شيء بدي أشكر اللجنة المنظمة على الترتيب، كان كل إشي حسب الأصول والترتيب، وكانت فرصة كتير كبيرة لأن نقابل هذا الحشد من الناس اللي المختصين في هذا المجال. هي صراحة هي موجهة لجميع الأشخاص بالمجتمع، سواء كانت كشركات، ضروري التطور، وخصوصا حاليا عم تكتر عنا مجالات الانترنت والانوفيشن والابليكيشنز، فضروري الشركات لتقدر تنافس الشركات العالمية إنها تطور، وكمان لازم يكون عندها قسم إبداع، قسم تكنولوجيا.